خير وصباح صحة وسلامة إن شاء الله اللي كنت منوها الكل أوفياء. الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. جرت العادة على أنه الحلقات ديال يوم الجمعة، سعداء جدا على أنه يكون مرافقنا الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. وفي سلسلة من الحلقات على السمنة اليوم بالضبط غادي نتكلموا على مشكل الهرمونات وكيفاش كيأثر على الوزن وممكن يؤدي للوزن الزائد لكيوصل لحد السمنة. مجموعة من المعلومات ومجموعة من النقاط غادي نطرقوا لها، غادي نجاوبوا على كل اتصالاتكم وأسئلتكم أيضا إن شاء الله في الحلقة ديال اليوم. رفقة الأستاذ محمد الحليمي هو معنا على الخط. صباح الخير أستاذ الحليمي، يوم جمعة مبارك إن شاء الله. تحية لك أختي عفاف وتحية لفريق العمل وتحية المستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، وجمعة مباركة كنتمناها لكم كلنا المستمعين والمستمعات إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. شكرا لك أستاذ الحليمي. إذا بعد ما كنا تكلمنا على السمنة بشكل عام وكنا تكلمنا على كثير من النقاط، كنا تكلمنا وجات في الاتصالات ديال المستمعين الكرام الكثير، يعني كنا تكلمنا على المشكل ديال الأنسولين، كنا تكلمنا كذلك على النظام الغذائي بشكل عام، تكلمنا على الناس اللي كتكون عندهم أمراض وربما تناول ديال الأدوية اللي كيعطيهم ذاك الوزن الزائد او لا السمنه. اليوم غادي نركزوا اكثر على المشكل ديال الهرمونات اللي كنعرفوا على انها كثيره وعلى انه اعضاء كثيره في الذات ديالنا كتفرز الهرمونات اللي عندها دور كبير جدا، ربما هي الميزان ديال الذات او الجسم ديال الانسان، وهذا الامر غادي نكتشفوا اكثر معك استاذ الحليمي. ففقط نقول للمستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا الارقام هي مفتوحه من الان، مرحبا باتصالاتكم على 0522 46 72 50 51 وكاين رقم للتواصل معنا من خلال رسائل SMS اللي هو 5080. غير ما تنسوش في اول SMS اللي غادي تبعثوا به ضروري ولازم تكتبوا كلمه صحه SHA، كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. فنمشيو على بركه الله استاذ الحليمي، نتكلموا على الهرمونات يعني في الذات ديالنا ودوك الافرازات ديالها، كيف ممكن وشنو هو التفسير على انها تعطي الانسان وزن زائد يوصل لحد السمنه؟ نعم، بغيت اولا اختي عفاف نحطوا للمستمعين في الاطار العام ديال هذه الحلقات ديال السمنه. الحلقات ديال السمنه جاءت على ضوء بعض الاشهارات وبعض الترويجات لبعض المواد اللي ولاو كيديروها بعض الاختصاصيين في التغذيه في المغرب كانها عصا سحريه الاستعمالات ديالها وبزاف ديال الامور. احنا في المغرب وكنا قلنا في حلقات ماضيه المغرب ليس بهذه المواد، ليس بلد المكملات الغذائيه، انما هو بلد الاغذيه. فعلا هو المظهر من الاشياء اللي عندها اهميه عند الكائن البشري، وهذه النقطه هذه فهموها بزاف ديال الناس وبنوا عليها واحد التجاره اللي هي تجاره مربحه واحد الدرجه اللي هي كبيره. داكشي علاش رسينا اننا نديروا هذه الحلقات. الحلقه اللي دازو هضرنا على بزاف ديال النقط. الحلقه ديال اليوم غادي نركزوا على المشكل ديال الاهميه ديال الهرمونات ودور الهرمونات في جعل واحد التوازن عند الكائن البشري، وخاصه بالنسبه للسمنه. داكشي علاش غادي نشوفوا الاهميه ديال الهرمونات، كيفيه التنظيم ديال هذا العمل ديال الهرمونات والتاثير ديالها الايجابي والسلبي على المشكل ديال السمنه. غير قبل ما ناخذ في الموضوع، لابد ان الناس والمستمعين غيكونوا ردوا البال لواحد المساله الان تروج في المغرب، المشكل ديال واحد الطفله 11 سنه ايه اللي عندها واحد المرض الاسم ديالو هو شويه غادي سميتو البرادر ويلي، يعني واحد المرض اللي هو يعطي هاد السمنه هذه ما يقارب 200 كيلوغرام. احنا بدورنا وانا شخصيا بالنسبه لي انا يعني انا ما عنديش مشكل الا كان الناس عندهم الهاتف ديال الاب ولا ديال العائله ديال هاد الطفله هذه، كما تكلفلوا الاخوان الاطباء بزاف ديال الامور. انا اللي غنذكر هاد ليكيب اللي غتشتغل معاها والاب ديالها والعائله ديالها ان الجانب الغذائي مهم بزاف. انا مي غيولي الدور ديالي مهم الجانب الغذائي، فانا كمن بدوري وحنا الجانب الانساني حتى هو مهم بزاف عندنا في المغرب، كنضم صوتي لصوت هاد الناس هادوما ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله بغيت نشكرك على هاد الباديه استاذ الحليمي. والان يعني كاين اطباء اللي هما اخصائيين في الجراحه التجميليه، منهم الدكتور محمد قسوس هو واحد من الناس اللي سبق وكان حاضر معايا في برنامج صحه وسلامه، يعني سهل انه التواصل يوقع يعني اللي يكون بيناتكم. فان شاء الله نتكفل بهذه المساله وتحيه ليه. فهو الدكتور محمد قسوس كيف ما قلنا كان سبق وجا لعندنا البرنامج صحه وسلامه وكان فاد المستمعين الكرام بالكثير من المعلومات، فهو اللي
غادي يشرف على الحاله ديالها الجانب الجراحي كيف ما قلنا. مشكور استاذ الحليمي، انت بغيتي تاخذ البادره ديال الجانب ولا الشق الغذائي لهذه البنيته، فاكيد الحياه ديالها غادي تتبدل. نعم ان شاء الله، وكنتمنوا لها ان شاء الله الصحه والسلامه ان شاء الله باذن الله. وقلت انا الحمد لله، الحمد لله ان الجانب الانساني حاضر في المغرب وما عمره غادي تفتح ان شاء الله باذن الله. يا رب. النقطه المواليه هي كنت وعدت المستمعين انني غادي نهضر على الدراسه اللي في المغرب فيما يخص السمنه. مؤسسه رسميه في المغرب تقول بين معقوفتين، افادت دراسه ديال هذه المؤسسه ان 10.3 مليون مغربي بالغ يعانون من السمنه او تظهر عليهم مؤشرات السمنه، ومن بينهم 63.1 من النساء، ويشعر 3.6 مليون مغربي من مجموع المهددين بالسمنه، يعني مغربي في كل خمسه، انهم معنيون بموضوع السمنه المفرطه. وتفيد معطيات هذه الدراسه ان نسبه السمنه المفرطه والمرضيه ارتفعت في المغرب طوال 10 ديال السنوات الماضيه بمعدل 7.3 سنويا. هذه ارقام مخيفه جدا. نعم. يعني هذه مؤسسه رسميه في البلاد، ماشي شي هذه، انما هي مؤسسه رسميه كتقول هذه الدراسات هذه. يعني ارتفاع معدل ديال 7.3 سنويا هذا يشكل خطر كبير. هذا الشيء هذا في ظل هذه الحميات المقدمه وفي ظل هذه الحلول الوهميه المقدمه وفي ظل هذا الشيء هذا كامل مقدم، اذا نحن بصدد اننا غاديين في الطريق الخطا. علاش؟ لان تابعين المضافات، تابعين المكملات الغذائيه، نحن لسنا بشعب المكملات الغذائيه. اذا اليوم الحلقه اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا البساطه والفعاليه في الجسم ديالنا. انا ان شاء الله مازال حلقات اخرى على السمنه، والله العظيم ساعطي حلول بسيطه جدا في التعامل مع السمنه. الى الانسان دارهم كيربح الصحه، لان المهم ماشي تنقص لو بوا، راه الى درتي نظام حرمتي فيه راسك وخديتي مكمل غذائي، راه شكون اللي نقص لك الوزن؟ راه داك الحرمان ماشي داك المكمل الغذائي. زائد انك غتنقص الوزن شنو غتربح؟ هذا هو السؤال المطروح، الشق الثاني من السؤال اللي ما كيتطرحش في هذا الشيء هذايا، انك كتخسر الوزن ولكن واش كتربح الصحه ديالك؟ لان الى شديتي واحد الحيوان وحرمتيه من الاكل سينورمال غينقص له الوزن، ولكن شنو ربحنا؟ اذا ان شاء الله باذن الله هذا الشيء كامل باش نسدوا الابواب على هاد الممارسات الغير التي تلغي تماما الضمير ديال الكائن البشري، باش نوليو نعطيو اشياء اللي هي اشياء بسيطه. فيما يخص الهرمونات، اللي بغيت انا نشبه الجسم بالهرمونات هو واحد مثلا واحد المؤسسه، واحد شركه كتشتغل بالانترنت، كتشتغل بالهاتف، كتشتغل بالحواسيب. اذا هاد الشركه هذه الضمان الاستمراريه ديالها هي عندها مثلا فرع في القاره ديال امريكا، وعندها فرع في افريقيا، وعندها فرع في استراليا، وعندها فرع في الخليج، وعندها فروع. اذا من يضمن استمراريه هاد الشركه؟ هو ذاك التواصل، هو ذاك الخط الهاتفي للاتصال، اما الهاتف اما الانترنت. وحتى الانترنت شوف سبحان الله، احنا الجسم ديالنا لان الحمد لله كانت لي فرصه انني يعني كندير مقارنات بين الجسم، لان حتى انا بالنسبه لي انا جسوي ديبلومي في الانفورماتيك وتكنيسيان سبيسياليزي، وكنت كندير الديفلوبمون ديال 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 لي لوجيسيال او نيفو ديال الحواسيب، وكانت لي فرصه انني نقرا لا بروغراماسيون، وكاينه واحد المقارنه فريده. مثلا التواصل بين الكائن البشري بالنسبه مثلا للانترنت، معروف الناس اللي كيخدموا في الانفورماتيك ان كل حاسوب عنده واحد لادريس اي بي، هذيك لادريس اي بي ما كاينه غير عندك هذاك الحاسوب. بحال انت مثلا ككائن بشري عندك بطاقه التعريف ديالك كاينه غير بوحدك، انت في المغرب ما كتعاودش هذيك البطاقه، كذلك لي زونبخاند البصمات. اذا بالنسبه للحاسوب كذلك كل حاسوب في العالم، داكشي علاش بعض الناس الامن ديال الانفورماتيك باش كيقلب على مثلا بعض الناس اللي كيديروا بعض التصرفات كيقلب عليهم لادريس اي بي، داكشي علاش كاين دي لوجيسيال اللي كيبدلوا لادريس اي بي. بزاف لادريس اي بي هي واحد التواصل واللي كيخلي داك الانترنت كل واحد وعنده واحد الحاسوب ديالو انه هاد الشبكه تدور على العالم كامل. اذا هي وسيله للتواصل. اذا هاد المؤسسه وهاد الشركه ما يمكنلهاش تشتغل الى ما كانش هاد خط التواصل، الى غير تقطع مثلا واحد نهار التواصل كتخسر الشركه. هذا هو الجسم ديالنا، الجسم ديالنا كذلك كيخدم كما مثلا اللغه ديال الحاسوب كتخدم بالزيرو والواحد، الجسم ديالنا كيخدم بهرمونات
وهذا هو اللي بغيت انا المستمعين يفهموه، هو ان الجسم ديالنا عنده لغه بين التواصل. شنو هي اللغه ديال التواصل؟ كاينه جوج، ما كاينش 10. كاينه لو سيستيم نيرفو، الجهاز العصبي، وكاينه لو سيستيم هرمونال، يعني الجانب الهرموني. الوغ كيما الحاسوب عنده وسائل اتصال بالنسبة لهذه المسألة، كذلك الحاسوب كتعرف كتقول أنا الكونيكسيون عندي ثقيلة، يعني الديبي ثقيل. هكا تعاوتاني الجسم ديالنا، الجسم ديالنا مثلا مريض السكري النوع الثاني، المشكل عنده في الهرمون ديال الأنسولين، الأنسولين ما كيوصلش للغيسبتور ديالو. يعني إلا بغينا نقولوا بشكل مبسط أن الكونيكسيون ثقيلة فيما يتعلق بالأنسولين بالمستقبل ديالو. شنو هي الكونيكسيون؟ هي تعلق الرسالة بالبلاصه اللي كتمشي لها بالغيسبتور ديالها، يعني كتكون اميتور غيسبتور واحد الكانال. الوغ حنا الجسم ديالنا كذلك فيه هذا المبدا ديال التواصل. شنو هو؟ هو ان الخلايا في الجسم ديالنا تتواصل فيما بينها عن طريق هرمونات. كل واحد كيصيفط هرمون، مثلا الخليه الكبد الا بغات تهضر مع الخليه الدماغ كتصيفط لها هرمون، الدماغ الا بغى يهضر مع الخليه ديال الغده الدرقيه كيصيفط لها هرمون. عبر شنو؟ عبر واحد الكابل الا بغينا نقولوا مائي اللي هو الدم. وبالتالي كاين تواصل عالي الدقه باقي ما وصلوش الان الكائن البشري انه يدير تواصل ما يسمى لو سيستيم هرمونال. وهذاك الشيء اش كنشوفوا اليوم بان السمنه ما هي الا سبب ديال واحد ما يسمى بلي بيرتورباتور اندوكرينيان. الوغ هاد لي بيرتورباتور اندوكرينيان شنو كيقيسوا لنا؟ كيقيسوا لنا الهرمونات، والهرمونات المسؤوله عن الجسم ديالنا هي متعدده. ولكن اليوم في الحلقه ديال السمنه غادي نهضروا على الانسولين، غنهضروا على الجريلين، غنهضروا على الليبتين، غنهضروا على الفيتامين دي، واخا هذوما كاملين اللي غادي نشوفوا شنو الدور ديالهم في جعل التوازن. اذا السمنه شنو هي؟ هي فقدان الاتصال بين الخلايا زائد السموم اللي كتعطينا واحد ارتباك في الجانب الهرموني. اذا مهما خدينا شي مكملات غذائيه ومهما درنا هذه الامور، الا ما درناش الاساسيات ديال هذا الجسم البشري ورجعناه انه يفهم بعضياته، الاعضاء تفهم بعضياتها، يكون عندنا مشكل. اذا المشكل بسيط جدا، هو اننا نفهمه. لان قلت انا دائما السمنه للناس اللي كيجيو عندي ولا جميع الامراض، الدرس هو اللي كنعطيه حنايا، والكيمياء كتبقى هي التمرين. التمرين انت كتصاوب راسك، الا فهمتي الدرس مزيان غادي تصاوب التمرين راسك كوم يلفو. نعم، نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام وفي مكالمه معنا وفاء على الخط من مدينه مراكش. صباح الخير وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام بارك الله فيكم. اهلا وعليك وفاء. كنشكركم على البرنامج وكنشكر الدكتور بزاف. مرحبا. الله يخليك. عندي واحد المشكل، عندي ملي كنفيق في الصباح ما كنقدرش، كيضروني رجليا بجوج وحده كاع بالخصوص واحد القدم ما كنقدرش نوطى عليه. وعندي معناه عندي شويه تاع السمنه، المهم شويه تاع السمنه على مستوى الفخذين. شحال الوزن ديالك؟ الوزن ديالي 96. نعم. وعندي متر و57. ايه. وشحال في عمرك وفاء؟ 47. 47. درتي شي تحاليل ديال السكري مثلا ولا ديال شي؟ وكنت درتهم مؤخرا، نيت درت شي تحاليل تاع السكر، عندي ناقص كاع زعما ما تيكونش كاع كرام. درتي الخزان ديال السكر؟ لا. واخا نجاوبك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك وفاء، تواصلتي معنا من مدينه مراكش. اذا تفضل استاذ الحليمي. نعم، هو هذا الحريق اللي كيكون في القدم. نعم. ممكن يكون الاعراض ديال بزاف ديال الامور، غير بغيت نشير لواحد المساله. ليجين ديال ليبين مهمين بزاف. علاش؟ لان احنا عندنا الدوره الدمويه، عند القلب اللي كيضخ هذه الدوره الدمويه. شوف كيف راه ضامن عندك هذاك المضخه، هذاك الموتور اللي كي بحال الناس اللي كيسقيو كيطلعوا الماء بالموتور من البير. الا ما كانش ذاك الموتور ما يطلعلكش الماء، عندك المضخه. مثلا دابا القلب هو المضخه ديال هذا السائل البيولوجي اللي هو الدم. ولكن عندنا سائل بيولوجي اخر اللي هو النسبه ديالو اكثر من الدم، لان الدم 25%، اللنف الجهاز اللمفاوي 75%. الجهاز اللمفاوي ما كيتحركش الا بالحركه، الصلاه، الحركه اللي كيديرها الكائن البشري. داكشي الحركه مهمه بالنسبه للكائن البشري. انت ملي كتحرك الجهاز اللمفاوي، لان الجهاز اللمفاوي ما كيديرش الفوسغوت، ما كيرجعش، كيطلع من الرجلين وهو طالع حتى كيبقى. والجهاز اللمفاوي شرف الله قدركم هو الواد الحار ديال الجسم ديالنا، هو اللي كيخرج لنا السموم كامله، هو الدم الابيض. اذا حنايا ملي كنزطمو برجلنا وكنقول انا كل ما الانسان زطم بواحد الرجل اللي هي نو وواحد الرجل اللي هي حفيانه، كل ما مزيان. ملي تمشيو للجامع انتم في المنزل، حاولوا اذا كان مثلا انسان عنده مغطي، اذا مثلا الناس اللي شحال كانوا يتمشوا حفيانين، هذه الحركه اولا
كتحيد لنا لا شارج اللي هي ديك لي زوند الكترومانيتيك الاشعه اللي كتكون الكهرومغناطيسيه اللي كضرنا الجسم ديالنا بواحد النسبه كبيره بزاف واللي هي عندها دور اساسي كذلك الزياده ديال الوزن ديالنا، زائد كتعطينا الحركه ديال الجهاز اللمفاوي الانسان ملي كيتحرك وملي كيوقف اذا حنا هاد زائد الرجلين الناس بعض المره كتكون الى جلستي وهذه المساله كتكون عند الناس الله يعاونهم الخياطه عند اصحاب الطاكسيات عند الشيفورات هذه المسائل هذا الشيفورات شي شويه علاش لان كيكون لي بيدال ديال انه كيحرك رجله كتكون الامور مزيانه من الناس اللي كيكونوا جالسين بزاف ما كيحركوش رجلهم كتلقى رجله كتزراق وما كيردلاش البال علاش كتزراق؟ لان يعني ليغيغاسيون ما كايناش، الدم ما كيوصلش، اذا الناس اللي كيديروا هذه المسائل عافاكم الحركه دائما انسان مفطور على الحركه، الحرق ديال هذا القدم عنده بزاف ديال الاسباب اللي ممكن انه يكونوا الحرق ديال القدم زائد الوزن، زائد اذا كان الوزن زايد علاش؟ لان فعلا احنا عندنا الرجل اليمنيه والرجل اليسريه اليمنيه ممكن تهز لنا 500 كيلوغرام هذا على حسب التقدير يعني فقط باش نعرفوا القوه ديال العظم ديالنا، والجر اليسريه ممكن تهز لنا 500 كيلوغرام يعني الجسم ممكن يهز طن ولكن ماشي غادي نعطيها انا طن، اذا لي زارتيكولاسيون المفاصل كيضروا بواحد الوزن اللي هو زائد، الاخت قالت عندها وزن شي شويه زايد 96 كيلوغرام راه زايد بزاف ماشي شويه واخا زائد ان الطول ديالها متر 57 يعني وزن اللي هو وزن حقيقي اللي هو زايد، انا كنقول للناس باش تخيلوا الوزن شوف غير راسك نتايا عطيناك واحد بيدو ديال 30 يترو فيما مشيتي هزي معاك يعني 30 يترو تقريبا راه هي 30 كيلوغرام فيما مشيتي هزو معاك واش تتبغي ان فيما مشيتي هز معاك واحد 30 كيلو عطيناها لك في يدك نعستي كتنعس 30 كيلو مشيتي للمدرسه كتمشي 30 كيلو مشيتي للعمل كتمشي 30 كيلو جريتي كتجري 30 كيلو زايده فما بالك الناس اللي عندهم 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو زايده واخا الوغ الزياده في الوزن بالنسبه 96 كيلوغرام ليس بوزن فيزيولوجي انا كنقولوا حنا الوزن الفيزيولوجي شنو هو؟ هو اللي كيقلب عليه الجسم ديالك ماشي لو بوا ايديال ماشي هذه ماشي هذه المسائل الجسم ديالك ملي كتعطيه التوازن هو كيولي يقلب على هذا لو بوا اللي كيتسمى لو بوا فيزيولوجيك اللي عند الانسان. بالنسبه للنقطه الاخيره كاين الناس اللي كيتبعوا بعض الحميات القاسيه هاد الحميات القاسيه ومنهم هاد المواد التي يروج لها الان كتكرينا في وسط الجسم ما يسمى بلو ستريس فيزيولوجيك ولو ستريس فيزيولوجيك كيطلع لنا الكورتيزون الا بقى طالع لك الكورتيزون مع عمر الجسم ديالك ينقص لو بوا بشكل بسيط كاين بعض الناس كيجيبوا بعض الشهادات بلي استعملنا هاد الماده ونقصنا الوزن ديالنا فعلا ينقص لك الوزن واحد شهرين ولا ثلاث شهور لانك نقصتي فقط نسبه الماء ونقصتي فقط نسبه الجليكوجين وذاك الحميه اللي درتي لان هذا المصنع خدم معك الذكاء ذاك الحميه اللي درتي راه هي اللي نقصت لك الوزن لان حرمتي راسك من الاكل على وشكون ملي كتبع واحد الحميه وتبع واحد المنتوج انت بالذكاء ديالك غير شي شويه واش راه كنعطيك احتمال ديال ان 50% يكون الحميه و 50% يكون ولكن انا كنضمن انه 100% كيكون الحميه ديال التجويع هي اللي كتنقص بعد هاد الناس كيقولوا لا استعمل هاد المنتوج هذايا زائد حميه ديال نظام طبيعي بالنسبه لنا حنا بلا ما نبقاو نتخباو راه هاد النظام الطبيعي راه هاد المواد الطبيعيه الا غنهضروا مع المغاربه نهضروا معاهم بطريقه لان الحميه في المغرب في السمنه تختلف تماما عن الحميه في السمنه في شي بلاصه في العالم هذه قلتها وكنعاود نقولها ومازال كنقولها ان شاء الله باذن الله وان شاء الله هاد النقط هذه اللي بغينا ناكدوا عليها اننا حنا عندنا نظام غذائي في الحلقات المقبله غنعطيو اشياء عمليه بسيطه اللي ممكن الانسان لان حنا طبيعتنا الانسان خاصك تصبر شي شويه بعض الامور هي بسيطه انت غتصبر غتصبر اللهم تصبر شي شويه لان باش تشد البكالوريا راه ما يمكنش العام كامل وانت ناعس تشد الباك الا بغيتي تفوز بالجنه ماشي حياتك كامله وانت ناعس باش تفوز بالجنه اذا الجائزه تتطلب العمل وشوف سبحان الله لما تقوم بعمل وتحصل على الجائزه ديك الجائزه كتجي حلوه ولكن ملي كتجيك ديك الجائزه بدون عمل ما كتحسش بالحلاوه ديالها اذا حنايا باش نحسوا بواحد الصحه جيده خاصنا نشتغلوا اشياء بسيطه اللي غادي نشوفوها ان شاء الله باذن الله. نعم ناخذ كريمه على الخط معنا هذه المره من مدينه الدار البيضاء صباح الخير كريمه. كريمه معنا؟ وي معكم. مرحبا بك تفضلي كريمه شنو هو سؤالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك جو سي كريمه جي 26 ans 1m68 100 كيلو جو سوفر je souffre depuis mon enfance vraiment sur le poids. J'ai tout essayé, حاولت كل شيء. حاولت كل شيء, حاولت لي ريجيم, حاولت سبور, حاولت لي سهل, حاولت
ça marche pas. Alors نقول لك انا كنقدر ندوز 3 jours بلا ما ناكل, ça me dérange pas. J'essaie ça et je maigris et bien sûr je reprends. وبارمي المشاكل اللي عندي هو انني كنشربش الماء بزاف, جو سوي كونسيونت. سا ماريف نشرب مره في التسيام. دابا وليت كنحاول نشرب بزاف او موا ان لتر اي دمي بار جور او موا, مي سي با بور اوتون كو سا مارش, او كونترير غير ما كنزيد. الوغ عافاك, اذا كان شي رساله توجهها للناس وتجاه حتى الناس اللي كيتعاملوا مع هاد الناس ديال الزياده في الوزن وهاد الحميات هذه, شنو ممكن تقول لهم مادام هي شهاده حيه اللي تبعت هاد الطرق كامله؟ وفي الاول قلت يا كريمه انه عندك المعاناه, يعني من الطفوله ديالك كنت عندك هاد المشكل وكتعاني. ملي كنت انا تخلقت ب 4 كيلو شي حاجه, جو بونس ولا 5 كيلو, دونك من ديبار جي غيسي اميغريغ. درت ان ريجيم, واحد الريجيم سوب دو شو, كيطيح 7 كيلو باغ سومان, اي سمار طيحت 25 كيلو. هادي واحد 3 ولا 4 25 كيلو اي سيتي جوست بارفي. عاد حسيت براسي بديت كنعيش, مي جي روبري اون دو موا جي تو روبري جي رودوبلي. كنت 90 كيلو ودابا جو سوي 100 كيلك. نعم فوالا. رسالة هادشي ما خدامش, رسالة سا مارش با. واخا خد التليفون ديالي عافاك, ما تقطعش, خد التليفون ديالي واتصل بيا ان شاء الله باذن الله. داكوغ ميرسي بوكو. ما تقطعيش كريمه, انا بغيت غير نسولك على النشاط ديالك اليومي. انت قلتي انه هذا الشيء راه ما خدامش, يعني بالوزن ديال 100 كيلو ربما كتصعب عليك شحال من حاجه في الخدمه ديالك مع الاسره ديالك مع العائله, ربما حتى في المناسبات. راه كنعرفوا النظره اللي كتكون بعض المرات حتى ديال شي ناس او ديال المجتمع, الانسان اللي كيكون مثلا الوزن ديالو زايد بزاف. عانيتي من هاد الشيء كريمه؟ بزاف. واش انا كان في عمري 20 عام وعندي خويا في عمره 12 عام, ملي كنخرجوا انا وياه كيقولوا لي الله يسخر. انا توجور كرو دو مون بوا كو جيتي اجي جو في بوكو بلوس كو مون اج. 5 كيلو ما عنديش 26 عام, عندي 40 عام. اي جو سوفر اي سا مبلوك بارتو. ما كنتش كنحس بالحريق, وليت كنحس بالحريق في ظهري. الحمد لله ما سونتي مزيانه, فان جو بونس حتى حاجه ما كتحرقني. مي دابا بدا بروبليم كاردياك كيجوني نخفض في قلبي ديما, دونك كان صار عندي نخفض في قلبي. ظهري ما كنقدرش نجلس, الدروج ما بقيتش كنقدر نطلع. جو سوفر كوتيديانمون, زعما جو سوي بلوكي. ما عرفش شنو هو الحل. مشيت عند الميدان, واش نمشي ندير العمليات؟ جو سي با. ما عرفتش شنو هو الحل. سخية, انا عطيتك الحل ان شاء الله. خذ التليفون ديالي مع عند ما تقطعيش في سطون داغ, رجعها كريمه, ما تقطعيش, وخذي الرقم الهاتفي الخاص بأستاذ الحلمي وهكذا ان شاء الله باش تواصلي معاه. شكرا لك كريمه, مشكوره تاع على الشهاده ديالك, تواصلتي معنا في الحلقه ديال اليوم وحنا كنتكلموا على السمنه. تفضل أستاذ الحلمي, لخصات كريمه في البدايه. نعم. بكلمه معاناة. نعم اكيد. اكيد اولا تحيه لها, وفعلا هاد انا علاش قلت لها تحاول تقول المغاربه هاد المسائل, لان الشهادات الحيه مهمه بزاف. بالنسبه للاخت 100 كيلو قالت هي دارت حمية, نقصت مزيان, مشات مزيان, هي يعني على حسب انقاص الوزن, هذه هي النقطه المزيانه. من بعد ردات كثر, قالت الوزن مضاعف, ضعف مضاعف في نورمال. هو فيزيولوجيا المساله بسيطه, هو انك ملي كتصدم الجسم بواحد 7 كيلو في الشهر, شنو كيدير الجسم من بعد؟ كيدير ما يسمى بليفي يويو. شنو هو ليفي يويو؟ هو ان الجسم كيرد الوزن اللي كان عندك في الاول. لان واش غتعيش على لاسوب؟ مايمكنش تعيش على لاسوب. اذا حنا شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نعطيو الناس ياكلوا كل شيء, ونركزوا على الجوده ديال داكشي اللي غنعطيوه, ونخليو داك الحميه اللي دارها في مي داير الريجيم باش ينقص الوزن, واخا ما كنبغيش هذا المصطلح, هي اللي يعيش بها. انا الناس اللي كيعرفوا انا الحميات اللي كنعطي, الناس كيقول لك واش هذا الشيء هذا وغنقص الوزن, اي بورتون كنقول انا جسمك غيجاوبك من بعد فاش ترجع عندي انا في الزياره المواليه. داك الشيء اللي كيوقع, كنحيدوا حنا الميزان وهاد العقده ديال الميزان, والميزان يكون في الدار. الميزان انا كنقول الناس ما عمركم ديروا الميزان في الدار, لان يعني الجرامات ما كيبانوش. غير الحوايج راه عندهم واحد لانديس, واحد المؤشر كبير بزاف. انا يلاه مؤخرا واحد الاخت كانت جات عندي, قالت لي انا واحد اللبيفه كانت عجبتها, كانت هي والزوج ديالها, وشرا واخا ما جاتش قدها شراتها. قالت لي راه بالبكاء انا قلت للزوج ديالي بغيت انا هذيك اللبسه, واخا تكون عندي عا في الدار, واخا ما نقدرش نلبسها. هاد الايامات هادية جات لابساها هذيك الملسه هذيك,
إذن هذا راه إنجاز. إنجاز ماشي أنا اللي درته، أنا فقط أوجه إنما ليها هي لأن كانت آمنات أنها واحد النهار غادي توصل تلبس هذه. هذا فقط مثال باش الناس يفهموا هذه المسائل الحية. إذن هي دوبلات الوزن الأخت كريمة. علاش؟ لأنها درت واحد لو ريجيم اللي هو أنتي فيزيولوجيك، كريا لك واحد لو ستريس اللي هو فيزيولوجيك. الجسم كيفهم انه في مجاعه كيرد داك الشيء الاخر اكثر. عاد قالت واحد النقطه مهمه، انها ما كتشربش الماء. هذه نقطه مهمه جدا. حنا ملي كيجيو عندنا الناس المرضى، الا ما سولتيش واش عندك قبض ما كيقولها لكش. يعني القبض مساله عند المريض طابو، ما كيقدرش يقولها لك. فهكا تسالي في مره كاع وتقول له واش عندك قبض، يقول لك اه راه كنخرج انا واحد المره في يومين، ولا مره في ثلاث ايام، ولا اي مره في النهار. بالنسبه لي مره في النهار غير كافيه تماما. واخا شنو كيوقع؟ لا كونستيباسيون السبب من اسباب السمنه. هذه مساله مؤكده. علاش؟ لان السمنه، واللي بغيت انا المستمعين والمستمعات يفهموها وحتى بعض المختصين يفهموه ويبازيو عليه، غادي يديروا واحد اشياء رائعه جدا. هو ان السمنه سون انتوكسيكاسيون، تسمم. علاش؟ لان ما كيدخلو السموم للجسم ديالك، الجسم ديالك ما يقدرش يخلي داك السموم في الدم. اش كيدير لهم؟ كيخصو يبعدهم من الدم، لان يبقاو في الدم غيمشيو للقلب غيسببو مشكله، غيمشيو للكليه غيسببو مشكله. اذا الجسم كيخرج باقل الخسائر. هذيك السموم اش كيديها؟ كيرميها في الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي ما كيخليهاش عاوتاني عنده. اش كيدير لها؟ كيدورها بواحد الحصانه، وهذاك السور اللي كيبني به الحصانه ديال هاد السموم هي الدهنيات. اذا انت من المفروض انك اول اجراء غديرو في حياتك باش تنقص الوزن هو انك تحيد السموم الجسم، العله، تحيد السبب. انت ملي كتحيد العله كيسهل داك الشيء الاخر. اذا اول حاجه سبب واول مشكل لا كونستيباسيون. غادي نديروا لها حلقه خاصه فيما يخص المشاكل المتعلقه بلا كونستيباسيون. الوغ لا كونستيباسيون كتعطينا فيرمونتاسيون، كتعطينا مشاكل هي الكونديدا البيكون. الوغ ملي كيكون عندك الكونديدوز وكيكون عندك الكونديدا البيكون، هاد الخميره اللي عند كل شيء في هذا النظام ديال هذا القرن الواحد والعشرين، وهاد الاغذيه اللي كناخذوا دابا، وهاد المحفظات، وهاد الملونات، وهاد الفطالات اللي كاينين في البلاستيك، البيسفينول اللي كاين في البلاستيك، البي تي جي، ولا الرياكسيون دو مايير، ولا لاكريناميد اللي كاينه في الاشياء اللي هي محمراء، الميلانويدات، البيروكسيدات، المعادن الثقيله، الهرمونات اللي كاينه في الاكل، عطاتنا الكونديدوز. والكونديدوز شنو كيدير؟ مسائل بسيطه. الا عندك الكونديدا في الامعاء ديالك شنو كيوقع لك؟ كيوقع لك موديفيكاسيون ديال لي بريفيرونس اليمونتير، يعني الجسم ديالك كيولي يفضل اغذيه على اخرى. كيولي خصو ياخذ شي حاجه حلوه. اذا انت ملي تشوف راسك كتاخذ شي حاجه حلوه وكتبغي تاخذ شي حاجه واحد النسبه كبيره لهاد الاشياء اللي كاينه دابا وهاد المواد المصنعه، عرف راسك باللي انت بصدد تلبيه ديال الحاجيات ديال كونديدا البيكون ديال الخليه السرطانيه. الخليه السرطانيه كتقول لك اريلي هاد المواد هادية كتعطينا لوغمونتاسيون ديال لا ليبوجينيز. هاد الكونديدا البيكون كتخلي الجسم يخزن ما كتخليهش يحرق. واخا الوغ هاد الكونديدا البيكون كذلك شنو كدير لنا؟ كدير لنا لا ريزيستونس للجسم للمستقبلات ديال الليبتين، كتسمى لا ريزيستونس على ليبتين. كيما ريزيستونس للانسولين كاينه ريزيستونس على ليبتين. وهنا كنبداو باول هرمون في الحلقه ديال اليوم، هو هرمون الليبتين، هو هرمون الشهيه. هرمون الشهيه هو بحال اللي راك غادي بواحد السياره وعندك الفران. تصور الا تقطع لك الفران، حنا الجسم ديالنا الناس اللي عندهم السمنه الفران ما كاينش، غادي ب 120 كيلومتر في الساعه وما كاينش الفران، غادي كتاكل كتاكل كتاكل. انت الجسم ديالك باش كيشبع؟ بالامتلاء، بالتخمه، بالتقريعه. اذا انت كتشبع فقط بالتخمه ماشي بالفران الفيزيولوجي اللي هو الليبتين. الكونديدا البيكون هذا النمط العيش اللي كاين دابا، والسكر، مونوسوديوم غليطامات، المضافات، المشروبات الغازيه، المكملات الغذائيه، كتمشي لك لذاك الريسبتور ديال الليبتين وكتخليه ماشي سونسيبل، ماشي حساس، كتولي عندك لا ريزيستونس على الليبتين. وجميع الناس اللي عندهم هرمون اللي عندهم السمنه كتلقى عندهم لا ريزيستونس على الليبتين. شكون اللي كيدير لنا ريزيستونس على الليبتين؟ هما هاد الكونديدا البيكون، هما هاد الحلويات، هو هاد النمط اللي كيولى دابا. وما كيبقاش عندك السونتخ ديال داك ساسيتي ديال الشبع، ما كيبقاش عندك خدام بشكل مزيان، التواصل ما كيبقاش في الجسم ديالك، كتبقى تاكل تاكل تاكل، ما كاينش الفران، كتشبع حتى كتعمر. وهذا المشكل اللي واقع دابا. اذا حنايا من المفروض اننا نردوا للجسم انه حساس الليبتين،
حساس للجريلين ونقصوا الانسولين فقط. غادي نشوفوا الانسولين علاش ان شاء الله باذن الله. يعني الانسولين ان شاء الله غادي نشوفوا التفصيل ديالو. الانسولين هو المفتاح، ليبتين والجريلين هو المفتاح. الناس اللي عندهم الوزن، الناس غايقولوا هذه اشياء فيزيولوجيه، فعلا اشياء فيزيولوجيه، ولكن انت ماشي ضروري تقرا في واحد كليه باش انك تولي تعرف الجسم ديالك. هذا الشيء كنقولوه لان غادي نترجموه لنصائح اللي هي واقعيه باش ان الانسان يستفد من هذا التمرين اللي هو باش اننا نقص الوزن. نعم دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. من بعد كريمه هذه المره معنا نجمه على الخط من تماره. صباح الخير لاله نجمه. صباح الخير اخت عفاف، جمعه مباركه وحول عافيه ولتمنيتو ان شاء الله. يا رب علينا وعليك ان شاء الله نجمه. الله يحفظك لاله يخطيك، وكنشكر الدكتور الحليمي وكنتمنى له الصحه والسلامه والله يرحم اللي رباه وقراه، وكنتمنى لك التوفيق في مسيرتك اخت عفاف. شكرا لك نجمه. الله يحفظك. انا دكتور حليمي، عندي واحد الاخت فيها مرض ليبوس. ايوه عندها في الوزن ديالها قول دابا شي 105، الطول غتكون ما بين متر 59 متر 58. هي هذا المرض نقول لك فيها دابا من التسعينات وباقى لحد الان كتعاني به. راه كتعرف شنو هذيك الشيء. المهم دابا اللي كنعرف هي واحد الكلوه مات ليها، بقات واحد الكلوه اللي دابا عندها كتراقبها باستمرار، فهمتيني؟ كيخافوا لذاك المرض ياتاكي ليها غير زعما الكلوه الاخرى. هي دابا المشكل اللي عندها عاوتاني في هذا الكونسلتاسيون الاخرى، الطبيبه طلبات بدها تخفض من الوزن، وهي عيات ما دير بزاف المحاولات، واخا زعما عندها تريتمون طويله وديك الشيء وفيها الادويه بزاف، تتنقص حيد الماكله تتنقص، ولكن بدون نتيجه، دائما البوا عندها طالع طالع. كتستعمل لي كورتيكويد مره؟ عند الكورتيزول دائما هي كتشربو، ملي كيطلع لها المرض كيعطيوها نسبه مرتفعه، وكتبقى عاوتاني بالتحاليل المراقبه، إلا طلع كيهبط شي شويه كيعاودو ينقصو لها لا دوز، ولكن دائما عندها هي الكورتيزول دائما. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله. خذ التليفون ديالك نجمه. نعم تعيش ارجعي باش تاخذي الرقم الهاتفي ديال استاذ الحليمي، وهكذا ان شاء الله تواصلي معاه باش يفيدك اكثر ان شاء الله في الحاله ديال الاخت ديالك اللي كنتمنوا ليها الشفاء. شكرا لك نجمه تواصلتي معنا، تفضل استاذ الحليمي. نعم هو غير باش يفهموا الناس، بالنسبه للهاتف احنا بالنسبه للنصائح تعطى مجانا، مش ربما بعض الناس يفهموا بعض المسائل غلطه. احنا اذا كان الوقت بالنسبه لي انا شخصيا يعني كتكون توجيهات وهذا مبدا عندي انا، مبدا بالنسبه للتعامل مع الناس باش يفهموا الناس. ونذكر انني ما عنديش عياده، يعني بعض الناس كيعيطوا لي كيقولوا في عندك الكابيني، ما عنديش عياده، وانا كنشتغل بحالي بحال الناس، وظيفه عموميه مع وزاره الصحه كباقي الناس. بالنسبه لليبوس ان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه على ان شاء الله. نعم الجانب الغذائي يعني مشكورين انكم شرحتوا الناس في بعض الحلقات فيما يخص الجانب ديال هذا الجانب الجلدي فيما يخص هذا الليبوس، لكن جانب غذائي مهم جدا. واخا غير هو التريتمون ديال الليبوس، الناس كيستعملوا لي كورتيكويد او لا كورتيكوثيرابي. بغيت نشرح هذه النقطه هذه بعجاله. حنا الجسم ديالنا عندنا واحد الغده سميتها الغده الكدريه او الكدر او لي بلون سورينال ولا الغده فوق الكلويه. هذه الغده الوزن ديالها 4 غرام، هي فيها عضو لداخل عضو برا، الكورتيكو والميديلو. عندنا هذا الميديلو والكورتيكو اللي كتكون على برا، والميديلو الوغ وحده كتفرج لنا الادرينالين اللي كيتسموا لي كاتيكولامين، الادرينالين نو ادرينالين، الاخرى كتعطينا لالدوستيرون اللي كينظم لنا الضغط الدموي، كتعطينا الهرمونات الجنسيه كلها اللي كتفرز من هذه الماده كتسمى البخينينولون، هي اللي كتعطينا هذه المواد كامله اللي كيتسموا لي كورتيكوستيرويد، زائد كتعطينا الكورتيزول. هاد الكورتيزول هو في الجسم ديالنا ماشي خايب، هو زوين، لانه منه الكورتيزول والكورتيزون، يعني كاين الكورتيزول وكاين الكورتيزون. الناس اللي كياخذوا لا كورتيكوثيرابي كياخذوا الكورتيزون، الجسم ديالنا ما كيبقاش يقدر يصنعه، كياخذوه على شكل تريتمون على شكل ادويه، لانه هو تصنع المره الاولى، لان باش يصوبوا الجسم كياخذ واحد العمليات كبيره بزاف، ومن تصنع النهار الاول واللي صوبوا الناس اللي صوبوا النهار الاول كان بواحد الثمن مرتفع جدا، بواحد الثمن غالي جدا، ومن بعد بقى كينقص بقى كينقص حتى ولا بواحد الثمن اللي هو في المتناول ديال الناس. الناس اللي كياخذوا لا كورتيكوثيرابي كيقول لك علاج سحري، سي نورمال علاج سحري، علاش؟ لانه هو اللي كينقصنا الانفلاماسيون، هو اللي كينقصنا مشكل ديال ليبوس، هو اللي كينقصنا مشكل ديال المفاصل، هو اللي غير هو عافاكم مين، نبغيو نفرانيو يكون عندنا لا بي اس.
مين بغيو لان ديما ملي كتمشي عند الطبيب ديالك كيقول لك مين تبغي تفراني شويه في الكورتيكوثيرابي. هذا المصطلح علاش قلتو باش نفهمو كنقصو شويه بشويه. علاش؟ باش شي في مره ما غديش كتصبح صافي قاطع لي كورتيكويد. علاش؟ لان الجسم ديالك تعطيه فرصه انه يعاود هو يفرزها، لان الجسم كيتعامل بغيت كونترول، كيتعامل الى مي كينقص الكورتيكويد على شكل ذلك تاخذ على شكل ادويه، خاص الجسم ديالك يعاود يبدا ما يكونش هناك كسل. مي كتصبح انت قاطعو كيكون مشكل. عاد زائد الناس اللي كياخذوا لا كورتيكوثيرابي معروف، هاد المسائل معروفه وابجديات معروفه، ان لا كورتيكوثيرابي شنو كدير لنا؟ كتزيد في الوزن بنسبه كبيره، لا ريتونسيون ايدريك، الجسم كيشد الماء، كتنقص لنا الكالسيوم على مستوى العظام، يعني كتاكل لنا من الكالسيوم على مستوى العظام، الوغ الماء كترفع لنا الضغط الدموي وكتخلي الجسم يفقد البوتاسيوم. الوغ هاد المسائل هادي بالنسبه للناس اللي كيديروا لا كورتيكوثيرابي. زائد ممكن تقيس لنا الانسولين، ممكن تطلع لنا السكر، لان كتسمى لا كورتيكوثيرابي لان لي كورتيكويد حتى هما كيطلعوا لنا السكر. اذا الناس اللي عندهم لا كورتيكوثيرابي يردوا الاكل، خاص يكون اكل طبيعي فيه فواكه وخضر واشياء خضراء اللي فيها الكالسيوم، يشربوا الماء مزيان اللي فيه كالسيوم، زائد هاد الاشياء الخضراء اللي فيها بوتاسيوم باش الجسم ما يفقدش بوتاسيوم، زائد خاصهم يديروا النظام الغذائي ديال المريض السكري فيما يخص المشكل ديال هاد لي كورتيكويد، لانهم كيقيسوا لنا الانسولين ممكن يطلع لنا السكر ويولي افراز الانسولين بنسبه كبيره، وممكن يسبب لا ريزيستونس للانسولين. زائد كدير لنا لا ريتونسيون ايدريك، داكشي علاش كتطلع لنا الضغط الدموي. اذا الناس اللي عندهم لا كورتيكوثيرابي الجسم ديالكم زايد في الوزن، اغلب نسبه هي ماء، وبالتالي احنا بالنسبه لنا حنايا يجب اننا نتعاملوا مع هاد لي كورتيكويد بعقلانيه، بواحد الرزانه وواحد التتبع ديال الطبيب اللي كيكون مختص اللي كيتبع معك. اذا مساله عاديه جدا انك تزيد الوزن ملي كتكون كتاخذ لي كورتيكويد، هادشي ما كيمنعش اننا نديروا نظام غذائي لا يشجع على الزياده في الوزن ويشجع على ابقاء الوزن في واحد المرحله ديال، لان الناس كيكونوا غاديين بواحد الريتم. انا كنقول الناس اللي كيديروا كورتيكوثيرابي تما كتعرف بلي راك غادي بواحد الريتم اللي هو ريتم طالع بزاف، كتكون غادي بواحد الريتم وكتزيد لي كورتيكويد تما الجسم ديالك كيطلع 100 كيلوغرام 105 كما قالت الاخت. اذا ان شاء الله باذن الله غادي نهضروا على بعض النقط ان شاء الله في حلقات مقبله، نقط اساسيه اللي نتبعوها. كان عندي كورتيكويد ما كانش عندي كورتيكويد، كان عندي مريض سكري ما كانش عندي مرض سكري، كان عندي زياده في الوزن ما كانش عندي زياده في الوزن، هي استراتيجيات للتعامل مع الجسم للعوده الى التوازن. نعم. ناخذ ام فاطمه هاد المره معنا على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير ام فاطمه. صباح الخير دكتور استاذ عفاف. مرحبا بك ام فاطمه. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا بعد على الاستضافه ديال الاستاذ ديالنا محمد الحليمي. شكرا. والله العظيم الا من فرض الحب ديالنا لهذا الشخص، حب في الله، ولينا كنعتبروه اب رغم تقارب السن بيناتنا، كنعتبروه الاب ديالنا والاب الروحي ديالنا، وكنطلب الله تبارك وتعالى يوفقه يا رب، وكنتمنى من الله تبارك وتعالى باش ياخذ بيدينا، لاننا كنعانيو من السمنه وجربنا كل شيء. راني تقريبا بحال الاخت اللي عاد اتصلت، الا انني كنفوتها ب 20 كيلو تقريبا، ما يقارب 120 كيلو و 1.69 في الطول. مشاكل ديال السمنه ما نحتاجش نعدها لكم، من ضمنها الشكل، من ضمنها الجانب النفسي، الظهر كبيس، وليت جالسين واحد العذاب دكتور ربي اللي عالم به. الله يجازيك بخير لما خذ بيدينا نرجعوا لفوا ايديال ونعيشوا بحالنا بحال الناس دكتوره. واحد الحاله واحد معاناه ربي تبارك وتعالى هو اللي عالم بها، ولا اتصلت بك لانني عرفتك غادي تعرف الحاله ديالي، وعندي امل في الله انك تاخذ بيدي ونوصل لفوا ايديال. ما خليتش تقريبا الاطباء اللي ما زرتهمش، ما خليتش الحميات اللي ما تبعتش، وللاسف ما كتجيبش نتيجه على طول الامد، كان جو بون لو بوا فاسيلمون، ودابا كنلتجئ لك من بعد الله تبارك وتعالى باش تاخذ بيدينا. الله يكثر خيرك ويخرج لك الخير في طه ان شاء الله يا رب. ام فاطمه شحال عمرك؟ شحال في عمرك؟ عندي لاله 31 سنه. 31 سنه واخا. نعم. مترو خذ التليفون ديالي، خذ التليفون واخا سيدي. الله يوقف معاك دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك ام فاطمه، تواصلتي معنا من مدينه الرباط. صراحه في الوزن الزائد وفي مشاكل صحيه كثيره استاذ الحليمي، ربما القاسم المشترك بيناتهم هو المعاناه. فحتى ام فاطمه شرحت الحاله ديالها، قالت انه حتى الصله بالنسبه لها يعني كتولي مشكل، كتحس ان الصله ديالها ماشي يعني ماشي في الوضعيه العاديه، يعني في الوقوف في 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 السجود في الركوع، قالت انها كتضر انها تصلي جالسه في السن ديال 31 سنه، في 31 عام. هو بالنسبه للاستاذ عفاف حنا نديروا واحد المساله بالنسبه للناس. انا كنقول الناس، والشرط هو هذا، شرط واحد، هما الناس اللي اقتنعوا بهاد النقط اللي كنهضروا عليها يتصلوا بمد راديو ويخذوا التليفون ديالي ياك،
ويصبروا شي شويه لان الناس كيصونيو بعض المرات كاين الناس كيصونيو كيلقى التليفون اوكيبي وكيبقى يصوني راه كما كنقولوا حنا راه الحمل ثقيل الوغ التزموا بهذه النقط اللي كنهضروا عليها وان شاء الله غنبداو حنا مع ميد راديو غنبداو برنامج مع هاد الناس كاملين مع هاد الناس كاملين برنامج اشياء بسيطه نديروها والتزموا بها وداك داك الساعه ان شاء الله هاد المستمعين هادو ما يحكموا من بعد ويعطيونا الشهادات ديالهم واخا لان هاد الاشياء حنا كنقولوها يعني علنا وكنقولوها مباشره حنا باش هاد الاشياء ندوزوا الاشياء العمليه لان انا جو سوي سيور قالت الاخرى فاهم هاد الناس وعارف هاد الناس وعارفهم كيفاش كيعيشوا وعارف هاد المسائل هادي بزاف راه حتى في الكونسلطاسيون حنا كنضطروا نجيبوا كراسه كبار باش نجلسوا هاد الناس هادوما انا شخصيا مغربي كيبقى في الحال نشوف خوتي المغاربه في هاد السمه هادي اذا حنا شنو غنديروا كل واحد يتحمل مسؤوليته هو نيت وحنا كنلتزموا واخا كنلتزموا اننا هاد الناس هادو غادي نتعاملوا معاهم كل واحد غادي نعطيوه حقه واخا غير نصبروا شي شويه وانا ولكن كنهضر مع الناس اللي مقتنعين واخا لان القناعه الا ما كانتش عندك قناعه بالنسبه لك راه ما تجيش عندي علاش لان بالنسبه لي انايا القناعه كتلعب دور كبير لا فولونتي وهاد المسائل والاراده وداكشي كيجي من بعد غير الانسان تكون عنده قناعه كنلتزموا ان مع هاد الناس هادو ما غنبداو برنامج غنعطيو بعض النقط اللي يقدر يتصل ان شاء الله يتصل نعطيو بعض الاشياء الاتصال فقط من اجل بعض التحاليل الطبيه باش نشوفوا الامور بان وزن هذا الوزن هذا واش اصله شي حاجه اخرى واش السكري واش غده درقيه واش بزاف ديال الامور ان شاء الله باذن الله ونبداو برنامج بسيط جدا بدون اي اشهارات ولا مواد مصنعه ولا مكملات غذائيه ولا هذا استسمح لنا مصطلح هذه الخزعبلات التي تقال الان دابا وغادي نقصوا الوزن شويه بشويه وفوزالي فواغ ان غادي تكون واحد الفوز بالنسبه لهذه الامهات هذا وحنا ماذا بينا اننا نشوفوا هذه الناس هذوما يكونوا في صحه جيده كما الناس استفدوا وحدين اخرين فقط بتوجيهات بسيطه بغينا حتى هاد الناس هذوما يكون عندهم حضور لان من حقهم انهم يتمتعوا وحنا محتاجينهم المجتمع راه محتاج لاي فرد على هذا وجه الارض ولا المجتمع ديالنا باش انه يساعد هذا المجتمع لان يد في اليد باش كنزيدوا بهذا البلد ان شاء الله القدام اكيد من بعد ام فاطمه هاد المره غادي نتواصلوا مع سهام على الخط معنا من مدينه مكناس مرحبا بك معنا سهام الله يرحب بك الخير حبيبه كيدرتي عافاك لاباس عليك الحمد لله سهام الحمد لله السلام عليكم دكتور الحليمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمحوا لي كنعتذر على الصوت راني مروحة شي شوية بالشفاء إن شاء الله يا رب عافاك على خطك حبيبة حبيبة أنا كنتصل بكم باش نعرف الحلقة ديال السمنة دابا أنا عندي السكر النوع الأول ماشي النوع الثاني كان جاوبني الدكتور الحليمي وقيلا ما سمعنيش مزيان كان يسحبوا عندي الثاني أنا عندي السكر النوع الأول عندي الانسولين كان جاني سكر وانا عندي 10 سنين ودابا في عمري 35 عام يعني 25 عام ديال السكر دابا عندي الوزن 80 على متر و54 الوزن زاد ليه فهاد قلت تقريبا واحد العامين الاخرى كنت زعما الوزن لا ما كنفوتش ديك 60 كيلو هكاك شحال كتبقى عافاك الخزان ديال الهيموغلوبين دابا عندي 8 3 شهور اللي دازت كانت عندي 8 كنبقى ديال هذا الصباح ديال كنبقى 3 الغرام تقريبا كنلقى حيت انا شنو كيبقى لي كندير الانسولين بيني دابا انا فاش كنمشي عند الطبيبه كل ما كتلقى لي سكر طالع كتزيدني في الدواء وزادتني حتى الكينه انا فاش كنتحرك مع شقد الدار مع الدراري وداكشي ما كان كنتحرك كيهبط لي السكر فوق ما كيهبط لي السكر كيجيني جوع كنمشي ناكل الحلاوه كيعاود يطلع يعني كنبقى في الدوامه مع انني راه عندي الخروقات في الماكله انا كنعتار في الهديمه كنقولها انا راني ما منضبطاش في الماكله ما منضبطاش في الريجيم فاش كندير ريجيم انا عارفه راسي مجربه فاش كندير ريجيم مزيان وكنتبع وكناخذ الصوبه وكناخذ الشلاضه كنتبع مزيان الريجيم ماشي ريجيم كيف ما تيقول الدكتور الحليمي هي النظام تتنظمي نعم كنمشي مزيان كنلقى السكر مزيان ولكن كنعرف راسي فاش كندير الخروقات في الماكله كنعرف راسي بانني غنلقى السكر يعني انا كنقول عندي واحد 80% بيدي زائد ديك 20% ربما كنقول ديال الاعصاب مع وليداتي كنتعصب بزاف دابا انا بغيت لي شي حل الدكتور الحليمي الله يخليك الا ما عطانيش شي حل كيفاش ناخذ واحد العزيمه ديال انني نخرج ندير الرياضه كنبقى غير شقه في الدار وداكشي انني نخرج ندير الرياضه واخا تبعت لاصال ما عجبنيش كيف ما كتقول انت ما مهويش فيه البروده وداكشي ما عجبنيش بغيت نبقى نخرج ندير لا مارش وبغيت ندير ريجيم مزيان زعما
كيف ما هذا الانني فاش كنمشي عند اخصائيه ديال التغذيه لاني كتعطيني غير مجرد ورقه ديك هادي تاكل هادي ما تاكلهاش. عافاك شوف خد التليفون ديالي واخا دكتور الحمد لله. عافاك تستعملي حبوب منع الحمل؟ لا دايره ستيريلي. واخا شكرا لك سهام تواصلتي معنا من مكناس. تفضلوا استاذ الحليمي. اذا هي الحاله ديال داء السكري من النوع الاول. النوع الاول بالنسبه للاخت اولا 8 كيلوغرام الوزن زايد 8% ديال الخزان زايد الهيموغلوبين غليكي زايده. الهيموغلوبين غليكي هي لان الجسم عندنا فيه لاكليكاسيون ما خصهاش تفوت واحد 6% واخا الوغ 8% زايده 3 غرام اجان طالعه بزاف. واخا الاخت عارفه راسها الوغ حنا فاش كنكونوا عارفين راسنا دايرين الخطا كيتصحح الخطا. كنت انا شبهت هذه المساله بالناس الموسيقيين، الناس الموسيقي فاش كيكون مثلا ايقاع ولا مثلا كيعزف على واحد المقام ولا هذه اللي كيدير فوس نوت الا عرفها الا عرف بلي راه دار فوس نوت مثلا مقام البياتي ولا الحجاز ولا النهاوند ولا الرصد الا دار فوس نوت في واحد المقام وعرف راسو بلي راه دار فوس نوت او لا كيدير الايقاع وعرف راسو بلي راه طيح الميزان ولا هذا ممكن يتصلح. الخايب هو كاين انسان اللي كيدير الغلط وما عارفش راسو بلي راه هذاك غلط. هذا هو الجهل وجهلين. بالنسبه للاخت عارفه بلي كتعترف بلي هي الاخطاء اللي كديرها. الوغ بالنسبه لهذا الاختصاص ديال التغذيه وهاد الورق اللي كيتعطاو هاد الاشياء بالنسبه لي انايا لا حول ولا قوه الا بالله. ملي كتمشي عند شي واحد وتعطيه وتمشي عنده ويعطيك ورقه مكتوبه هكا يعني اعطاها الاخر اعطاها الاخر اعطاها الاخر بحال واحد الريجيم اللي هو ستوندار هذا بالنسبه لنا لا حول ولا قوه الا بالله في هذه المسائل هذه. الوغ بالنسبه الاخت قالت كتعصب وهذه المساله الناس السكري عافاكم ردوا لها البال. ملي كتبغي حنا بعض المرات كنكونوا المجتمع ديالنا بعض المصطلحات كتقال ملي كتكون مثلا كتضحك مع شي واحد كتقول له ما تطلع لي السكر او لا معصب مع شي واحد او لا ام معصبه مع اولادها او لا شي واحد مع الصديق ديالو كيقول له كيشد في راسه كيقول له ما تطلع لي السكر. الوغ شنو معناه ما تطلع لي السكر؟ لان ملي كتعصب كيطلع السكر. علاش؟ وهاد النقطة هادي هي اللي خاص الناس يفهموها. لادرينالين والكورتيزول سون دي زورمون اللي هو هيبر غليسيميونت. الكورتيزول والناس لادرينالين هي ملي كتعصب ملي كتخاف ملي كتهدي. الكورتيزول هي ملي كنت مقلق انت راك ديما مقلق مع هاد الحياة اللي كنعيش هاد الصنادق اللي عايشين فيهم ديال السيما وهاد الدور اللي عايشين فيهم وهاد ليزابارتومون اللي عايشين فيهم وهاد الدري خصنا نجيبوهم من المدرسة وهاد الحياة اللي كنعيشوها حنايا دابا اللي عطاتنا هاد الأمراض الاستقلابية كلها كتخلي لك الجسم كيفرز الكورتيزول. وهاد كثرة إفراز الكورتيزول هي فاش تسالى الكورتيزول ولاو الناس كياخذوا لا كورتيكوثيرابي. ألوغ الكورتيزول سي هرمون هيبر غليسيميونت كتطلع لنا السكر. على القدر يطلع لك السكر شوفها في الصباح الانسان الا ما فطرش واخا هكا كيلقى السكر طالع. علاش؟ لان الكورتيزول كيتفرز في الصباح بكري مع 6 الصباح واخا. اذا الاخت اولا العصبيه لان قلت انا كاينه واحد لوردونونس مكتوب في القران الكريم سميتو بسم الله الرحمن الرحيم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا العلاج ديال الاكتئاب. جميع انواع الاكتئابات في العالم العلاج ديالهم هو هذا واخا. زائد انها قالت الحركه ضروري من الحركه وماشي في وسط واحد لاصال اللي ما كتكونش بها اي غي وهذا الفورماسيون ديال لاسيد لاكتيك وهذا لان لاسيد لاكتيك هو اللي كيعطيك تحريق هو اللحم ديالك كتبقى تقطع. اذا كان عندك لاسيد لاكتيك في الجسم عندك اسيد معناتها راه الجسم ديالك فيه اسيدوز. زائد الحميه ديالها ضروري وان شاء الله كنوعدها اننا غادي نعاودوا حلقه اخرى ان شاء الله على مرض السكري وعلى الحميه ديال مرض السكري. النقط هي اللي كنهضروا عليها هي عارفها غير غنوصيها نقطه اخيرا ونصيحه اخيره هي الخبز الله يجازيكم بخير. المغاربه ماشي ديال 50 غرام و30 غرام و20 غرام ديال الخبز. الا كنتي كدير هذه نقطه مدققه لاندكس غليسيميك مشعر السكري او لا المؤشر الغليسيمي ملي كدير الخبز بالخميره البلديه كيزيد يهبط ملي كدير الخبز بالنخاله كيزيد يهبط. معناتها مؤشر غليسيمي عند الخبز اللي كتصاوب بالخميره البلديه وبالقمح الكامل مؤشر هابط يعني مريض السكري بلا ما تكتب له شحال من غرام ديال الخبز اكونديسيون ان تكون هذه الشروط هذه لان الناس كياخذوا الخبز بزاف فقط. وان شاء الله كنقول لك واحدة اننا غنديروا حلقه خاصه ان شاء الله على مرضى السكري لا النوع الاول ولا النوع الثاني ولا النوع الثالث وغنديروا تحت على الديابيت جيستاسيونيل وغادي نديروا حتى على الديابيت انسيبيد الناس اللي عندهم النقص ديال الهرمون اونتي ديال
ديوريتيك، وعندي روح حتى الديابيت ولا السكري النوع الثالث اللي هو باركنسون الزهايمر، وهذه الامراض هذه اللي ولات دابا شائعه. نعم ان شاء الله، وغادي نكتفيو بهذا القدر معاك استاذ الحليمي ان شاء الله، على امل على اللقيه غدا تكون الاسبوع الماجي بدايه من يوم الاثنين، ودائما في سلسله من الحلقات على السمنه. الف شكر ليك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، كل الشكر ليك. وما يفوتنيش نذكر على انه استاذ الحليمي خدا البادره ديال انه يتكفل بالنسبه للشق الغذائي بالطفله آيه. شفنا مؤخرا الفيديوهات، شفنا الصور ديال هاد الطفله تقريبا العمر ديالها 12 سنه والمعاناه اللي عندها مع السمنه او مع الوزن الزائد. هو في الاصل عنده مشكل صحي، هو مرض نادر اللي وصل لهذيك الحاله. كانوا اطباء مغاربه ما شاء الله اليوم تكفلوا بالحاله ديالها فيما يخص الجراحه التجميليه الشق الغذائي، فخذ البديره استاذ الحليمي. فان شاء الله على امل كل هاد التخصصات غتغير الطفل الحياه ديال هاد الطفله ان شاء الله، لا في الشكل ديالها لا في الحياه ديالها بطبيعه الحال، وغترجع حتى المقعد الدراسي، حتى ديك المعاناه اللي كتكون في النظره ديال المجتمع ان شاء الله ما تبقاش عند هاد البنيته، وترجع للحياه الطبيعيه ديال تعيشها كباقي الاطفال. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وتسناو ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم الاسبوع الماجي يوم الاثنين. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، رفقتكم وراء الميكروفون وفاء فائز فندا كانت معايا في الاخراج، وسميحه في استقبال مكالمتكم. يوم جمعه مبارك ان شاء الله، كنتمنى للجميع الى اللقاء.